الرائعة في سن اللقاية. شوط الجعدان انطلق في هذه اللحظات الخاص بالجعدان المحليات الأصايل الذي يحمل مقدمة هذا الشوط. الربان يقود المشاركين. الربان الله يا سلام على المقدمة. الربان من هجن العاصفة يقود المنطلقين على مقدمة الشوط. يلي في المركز الثاني مياس أيضا من هجن العاصفة ينطلق على ثاني المراكز ليحمل هذه التحديات. حمد بن راشد بن غدير يقود ربان هذا الشوط مع مياس ومع اللي هو الربان. المركز الثالث حشيم ياتي في المركز الثالث لاسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. علي بن راشد بن حمد بن غدير يقوده في التضمير. بينما المركز الرابع شاهين لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم. سيف بن احمد بن خريده يقوده مضمرا. بينما المركز الخامس سيلين من هجن الشيحانيه يضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وصل في هذه اللحظات على المركز السادس صوغان لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم. عبد الله بن ثعيل بالهايري يقوده مضمرا. ياتي سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. الثاني مياس الربان من البداية يقود المسار هذا الشوط وتحدياته. بينما سلهود في المركز الثالث لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. وهناك ياتينا عنيد بشعار هجن الرياسة. يا سلام نعود إلى الربان. الربان مشاهدين العزاء يتقدم الجعدان، يتقدم بالأداء الفنان، بالأداء البطران، بالأداء الرائع والمتقدم. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام نكرر التهنية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم للمرة الخامسة. يا ابو راشد تهانينا على هذا الفوز على الربان ومياس بالمركز الاول والثاني. شكرا للواثق. المركز الثالث وصل في برهوم كذلك بشعار هجن العاصفة. المركز الرابع عنيد بشعار هجن الرياسة. والمركز الخامس سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هكذا كان هذا الشوط وثارته التحديات الجميلة. نعود إلى التوقيت الزمني وهذا الربان على شاشة التلفزيون مع مخرجنا بالإعادة. والتوقيت 7:36 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز المستحق لهجن العاصفة. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الثاني مياس كذلك قدم أداء جميل وانطلق على الثاني المراكز. مياس قطع المسافة 7:37 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة كذلك التهنئة موصولة للواثق. بينما المركز الثالث برهوم كذلك مع ثلاثية المقدمة مع العاصفة وهجنها. برهوم في 7:40 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس.